نعم هل هل بيت محمد السبوعي قتلوه. شكون قتل؟ قتلوه جماعة، فهمت كيفاه؟ خمسة ولاد فيهم انتوما متبرئين منهم جماعة؟ لا ما نتبرئوش منهم، مش نتبرئوا منهم، عملوا يا اخي ناقض من نواقض الاسلام هو، مش نتبرئوا منه. قتلوا روح، شنو الروح؟ قتلوا روح امورهم هذيك، ماهوش ناقض من نواقض الاسلام، فهمت كيفاه؟ هو ما قتلوا نواقض الاسلام عشر، حمشوا بالشرع راه، مش باهوائنا على عكس العباد. هؤلاء اخواننا ونحن منهم وهم منا، أحب من أحب وكره من كره، ولكن ولكن نحن أسمع الكلام ما مشيش من بعد تلفق لي، أسمع مليح، نحن لم يأخذوا أمر من أي أحد، ونحن لا نتحمل أي مسؤولية فيما فعلوه. هما فعلوا حاجة وحدهم. انتم مسكون بصفة عامة الإخوة في ديبوزفيل، هما خاطر يحبوا يحملونا مسؤولية. إخوة ديبوزفيل انتم قتلتوا أسبوعي كذا كذا، يا ولي شو مدخلنا فيهم نحن؟ هما وحدهم خرجوا ساعة من ديبوزفيل فيهم واحد برك. أما بيتين في جامعة ديبوزفيل قبل ما إيش نعملون لهم؟ نحن جامعنا مفتوح راه، نحن المسجد متاعنا ديما مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة، وهذا الأصل في بيوت الله تبدأ ديما مفتوح. مشيو بالسنة نقول لهم لا نطردوهم، يجيونا بيت ربي نطردوهم، نطردوهمش يا سيدي. ها باش نعطيك الحكاية متاعها، وين حكيتها لك ديجا؟ نحب نعاود نحكيها لك باه، ها باش نحكيها لك. نحن هذوما واحد من ديبوزفيل وأربعة من الكبارية، الأربعة من الكبارية فيهم جماعة رشرشي في حومتهم، جاو تخبيو في الجامعة، هذا يحكيو لي بعد راه، جاو تخبيو في الجامعة كإخوة نورمال نحبو بيتو في الجامعة. ثم أخ لهنا اسمه سعيد، حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام، إيش معناه حديث عهد بالإسلام؟ ألا تفقه حديث عهد بالإسلام؟ فهمت؟ حديث عهد بالإسلام معناه جديد، سامحني. حديث عاد بالاسلام يفهم، حديث اسال اسئله جيده ولا ما عادش تكلم انت، منرفز عليك على الاخ. حديث عهد بالاسلام هذا يا اخو عنده شهرين ولا ثلاثه شهور من اللي تاب ربي سبحانه، صحيح ولا هكا؟ قد ايه شهر؟ عنده شهر قبل ما تجاهل، لكن هو اخونا والله. هذا يا اخونا سعيد كلمه ما يتكلمهاش، عاقل 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 والله، صدقني مخك يقف ما يتكلمش اصلا. سلام سلام ديما رسول لوطا، مانيش عارف كان ثم شاب خير من هالشاب هذايا، انا نعمل انا نحشم منه هكا تشوف فيا انا نحكي هكا بانفعال. انا كي نجي معاه مخاطر يفرض عليك الانسان راه كبدة ذو اخلاق عاليه، يفرض عليك هذايا نحشم منه، انا نحكي معاه نعمل هكا. هذايا خونا سعيد كراي كرهبه، كراي كرهبه مش الاحتطاب كما يقولوا هما، كيما حبوا هما بالسيف قولوا ما انتم كريتوا كرهبه الاحتطاب، دق 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 باهي خويا كريت كرهبه الاحتطاب، مش دق دق. هذا انسان طاش يقولوا له هما، قول انا باش نغتصبوك، يقول لهم ايه كريت كهرباء الاحتطام غير ما يضربوه من الاخ، حرب نفسيه كري كهرباء. عندنا خونا اسمه وجيه الزيدي، وجيه الزيدي عرض شهرين اخرين، اللي هو متسمي الامير، متسمي الامير ما عرض شهرين اخرين. وجيه الزيدي عنده خطيبته لهنا، عندها معها معناها هي اخت نتاع اخ خذاه، هو قيد روحه دوزيام شوفور في السياره هذه البونتو البيض. علاش؟ خاطر باش يقضي قضية العرس مع خو اخته، معناها فهمت يمشيو مع بعضهم ثلاثة، هو خاطبها فهمت، اما شرعا ما يمشيوش وحدهم، ديما يمشي معاهم، يمشي معاهم يعطيك الصح فهمت. هذايا حط روحه دوزيام شوفور باش كذا كذا. اي ليلة اللي صارت الحكاية، جاو هذوما خرجوا وزر لهم وجي، قالوا من ماشيين الاولاد؟ قالوا رانا ماشيين نتعشاو، ومشيو على رواح. من بعد شنو عملوا؟ انا كيفاش نعرف الحكايه هذه؟ الحكايه هذه حكيها لي واحد من الاطراف قبل ما تجرى، قبل ما يشدوه، قبل ما يهرب. قلت له يا اخي اش ثم وقت بدات الحومه البوليسيه يجيو من البلايص كل طواغيت صارت الدنيا مخك يقف. هذه قلت له ثم يا اخي احكي لي الحكايه، معناها كي نحكي لك الحكايه هذه انا راهو الحكايه هذه هي اللي صارت، نحن لا نكذب
بإذن الله. المسلم لا يكذب بل يقول الحق. يا سيدي ها وش صار؟ مشاو خرجوا الولاد ذوما خمسة في الكرك، منهم واحد بركة من دي بوزبيل اسمه صوفيا، هو اللي سوق في الكرك، وركبين معاه أربع أشخاص، زوز منهم موقوفين وزوز هربوا، نعرفوش عليه وين هربوا، ما شدوهمش لتو، أما هربوا مشاو، نعرفش مشاو وخرجوا من الجمهورية، ما همش في مهمش هنا معناه، ما جات عليهم حتى أخبار، فهمت كيف؟ مشاو خرجوا متعدين هما من قدام وين جبل جلود هذيك البلاصه هذيك، يلقاو كهربه فيها ستير، عارفوها كهربه نتاع بوليسي، وقفوا غزر هكايا، القوي قاعد يسكر، هو هذا السبوعي قاعد يسكر في البلاصه هذيك، على فكره راهو السبوعي يعرفوه في الحوض، انا نتجا الى عائلته نعرف اللي هي صعيب عليهم، راه انا نفهمهم، هذا شعور انساني، نفهم اللي هذا صعيب عليهم، لان كيما تعذبتوا نتوما ما تخليوش ناس اخرى تتعذب، هو مات فهمت، الله غالب قدر ربي، قادر ربي باش يموت، ما تجمش تبدل هذا، تحبوا تحاسبوا اللي عملوها هاكا، شدوا حاسبوا اللي عملوها متصرفوا، لكن ما تحاسبوش ناس اخرين، راهو في بالكم نحنا ماناش ناس، رانا نفهم وجعتكم، رانا فاهمينها ورانا حاسين بها، نفهم واش معناه واحد يفقد انسان عزيز عليه، لكلنا في تونس فديما اي واحد يفقد انسان عزيز عليه، لكن هذا ليس مبرر. خلينا نشوف في اخواته يطلعوا، ليس تصور انت خوف المحكمه، فما واحد خونا مشى لصاحب نواجي هذا يمشي انت صاحبه ويضرب في صاحبه قدام البوليسيه، راه تضرب في صاحبه علاش انت؟ اش مدخل صاحبه؟ اش بيكم تخلبزوا في الامور؟ شدوا اللي قتل شدوه، امور ما عادش شدوه، ما عادش عليكم تصرف، ما يهمنيش فيك، اما ما تشدش اللي كيفاش مولاي خرجوا هذوما الخمسه شافوه هذا اسبوعي هبطوا له، يعني عرفوه بولي. عرفوه كهرباء ميغان فيها واحد، مشاو له هما ديجا مشاو له قالوا له اوراقك لغه فهمت، ومعليش ما مشاو له بوليس، قالوا اوراق بوليس انت ولا كفر عليهم ربي. نرجعوا لهنا للعنف، السلفيه وقتاش تستعمل العنف في سبان الجلال، انا لا ابرر بل اعطي نعطيك بالضبط شنو صار، كفر عليهم ربي، بداو يتعاركوا، قعد يكفر، ضربوه بالسكاكين، سخنوا، شافوا الدم، ذبحوه، زوز من الناس ذبحوه، اللي هما هربي، وهما ما نعرفش يكبروا ولا ما قالوا ليش، نقلبش عليه، لكن ذبحوه، ذبحوه زوز، منهم واحد يدو الضربة تكي، حكي لي عليه، ما نعرفش لسان، أنا ما نعرفهمش هذوما الولاد، أنا شفتهم مرة كي، ما عنديش بهم، يعني معرفة شخصية، ذبحوه زوز هذوما، اللي شدينهم هما توا ما ذبحوش، أما كانوا موجودين غادي، حاضرين على الجريمة. ذبحوه زوز هذوما، والدليل اللي هما ديريكت هما بعد ما عملوها هربوا، معناها ما عاودناش شفناهم نحن، الاخرين قعدوا في بالهم معناها ولا ما نعرفش عليه، حاصلوا ذبحوه، واش عملوا؟ طيشوه هزوا الكهرباء، هما كي هزوا ستوش من عنده، مش بنيد باش يهزوا له الفلوس، بنيد باش زعما جثه من دون هويه، هزوا ستوش بكله ما هزوش الفلوس هكا هو، كان جاي حاجتهم الفلوس ما هزوا الفلوس هكا يخليوا ستوش، هما هزوا الستوش بكله، وحكايه قسموا الفلوس ماهيش صحيحه. 120 دينار باش يقسموها ماشي في نهار الكهرباء ب 120 دينار ولا ب 80 باش يقتلوا روح على خاطر 120 دينار تو لغه هذه صدقها على الاقل، هزوا ستوش قتلوه، هزوا ستوش ذبحوه، زوز هذوما وركبوا في الكهرباء، واحد هز الكهرباء الاخرى وجاو دخلوا الحومه وقفوا قدام الجامع لهنا بالكهرباء البيضاء، والكهرباء الاخرى خبوها لفوق، كهرباء اسبوعي خبوها لفوق، لقاو زوز ولاد صغار صغار راهو 10 و 12 سنه ومعاهم ولاد اخرين، قالوا يجيو ينظفوا لنا الكهرباء من الدم، الكهرباء كلها دم، بداو ينظفوا في الكهرباء من الدم، فما واحد مشى نادى وجيه، قالوا وجيه شوف راه فما الكهرباء كلها بالدم، كي مشى وجيه للكهرباء شنو يلقى؟ يلقى قال له مش ثم، قالوا له راه ثم بركاج ودرا شنو وتعاركنا، فهمت كيف؟ ما قالولوش الفيرسيون الصحيحه. انا من بعد جيت كنت موجود، انا جيت سمعت الفيرسيون هذيك وطفيت الضوء، عركه لباس انتم والاخر يده مضروبه، هو شنو نحن صدقناه خاطر يده مضروبه بضربه خايبه برشا، معناها تسيب برشا دم، كان نطفوا الكهرباء مشيت الحكايه، يمشي جات الحكايه، بدينا سمعنا من غضب الحكايه وقدام الناس كل باهتين، نحن شنو اللي صار اي اونتر تون، ثم واحد اسمه ابو بكر موقوف توا عنده موتور
جاه سفيان هذا اللي هو قاصر 17 عمره 16 فهمت، هزوه بالموتور قالوا وصلني، هزوا وصلوا بالموتور قالوا استنى لحظه مشي حرق الكهرباء ما في باله بشيء، وصلوا بالموتور شرى ليسانس قالوا شبي قالوا حاجتي بالاسم قالوا ايش باش تعمل قالوا شي يهمك شي يهمك صغير ولا صغير معناه مش الاخر كبير اكبر منه، هزوا بالموتور مشي هز الكهرباء حرقها وهبط على الجبل فهمت كيف. مني بديت الحكايه صاي بديت تفوح حسيته مرتبك برشا، جاء حكي لنا منا وغاب منا من نحن بعد مش يقولك شبيك ما تجيش تحكي توا هذا حد مخه كان باش نمشي نحكي لك لك انت شنو صار تصدقني كي يبدا كيذب حقوق قدامي ما نجيش نحكي لك وما نقرب لك انا عندي ما عنديش ثقه فيهم الجمله شكون هم الشرطه هذه الاجهزه الامنيه يا اخي راهو الثوره نتاع الشعب قامت على الاجهزه الامنيه راه على ما كانوا يمارسونه من تنكيل وتعذيب وقاعدين يحبوا يرجعوا كيما قبل يسبوا في العبيد في المراكز ويضربوا في العبيد وكلام الزيد وسوء الاخلاق وحال حليله خاطرهم طواغيت حكايه فارغه باش يقعدوا ديما هكاك. يعني الجريمه عندها مبرر، الجريمه اللي صارت كيما قلت لك سبحان الله ساعات تجرى جريمه برشا جرائم في تونس ثم 200 الف جريمه لازم الجريمه تكون عندها واحد سياسي وجماعه وارهاب وصاحب وامين شو مدخل وجيه الزيدي عليه شدينه في الحبس ابو بكر عليه شدينه في الحبس خاطر وجيه عمل خطابات خطب تحريضيه وجيه عمره ما عمل حتى خطبه في الجامع ضد الامن وجيه ماهوش خطيب خالد انت غلط حمزه هو الخطيب مش مجدود وجيه عمره ما خطب بحتى حد وعمره ما حكى مع حتى حد شنو صفته وجيه ما عنده حتى صفه انسان في الحومه كبير يسالوه عنده شويه حافظ قران وحافظ معناه الاخوه الصغار او اخوه صغار اسمهم تاطير بالطبيعه الكبار اللي يعرف شي اطر الصغير يا اخي في بيننا نحن ندعيو فيهم نقولوا رانا نحن بالعكس احنا نلموهم ونقول لهم ما عادش تعملوا شيء ما عادش تضربوا ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش هذا الميساج نحن نعطيهم فيه نحن نحبهم يطلبوا العلم نحبهم يحفظوا القران يحفظوا الاحاديث فهمت يعدوا نفسهم بدنيا وماديا شنو معناه بدنيا عده بدنيا حضر روحه انسان المسلم يلزم يكون بدنيا شنو مبرك المال تشوف لي زوروبيان ها تلقاه يجري كل نهار رحنا كان الكرش وكان ها وين بدي عملت الكرش ملي جي ما عادش نجري لا شيء حتى الجري ما عادش مخليني نجري المسلمين يلزمهم يكونوا حاضرين ديزاتليت ويزم عندهم الفلوس عدة مادية لم الفلوس اخدم على روحك تبدأ عندك فلوسك تحتك تجري حاجة كذا تبدأ عندك ديما تحت فلوسك هذا كنا نعمل بري اطلب العلم احفظ القرآن هذا الواقع راهو نحن ما نكذبوش عليكم وجيه الزيدي علاش في السجن علاش تظلموا فيه راهو حرام مبكر علاش تظلموا فيه ما عمل شيء اللي عمل شدوه اللي ما عملش سيبوه سبحان الله. حمزه شنو علاقته بالجريمه؟ حمزه ما عنده حتى حمزه يا سيدي هابش نحكي لك هما يعرفوا اللي حمزه ما عنده حتى علاقه بالجريمه حمزه ما تجبد الجمله في الجريمه لكن حمزه عندهم معاه بنتويد بالضبط. علاش حمزه راهو من قبل من عهد الطاغوت كانوا يشدوا فيه وحمزه كان يخرج في المنبر ويعمل خطب نتاعو كاسحين فهمت يقول الحق نحسبه اخونا حمزه نحسبه يقول الحق فهمت هو اخونا زاد يقول قال الله قال الرسول يقول طاغوت علاش الشرطه انتم طاغوت وديما يدعو في الشرطه الى التوبه منهم عنده خطبه اللي قبلها قال يا ايها الشرطي وساعات يتحمس يقول مثلا وقت اللي يتحمس حرض على قتل الطاغوت لا ما حضرش على قتل الطاغوت مش هكاك او عندك الخطبه تجي ترجع لها انت عندك خطبه قال انه باش نقتلوكم لا قال معناها اللي كان افتى بقتل الطاغوت لانهم يحكمون بغير ما لا لا لم يفتي بقتل الطاغوت هذا شو هذا مسجل في الخطبه هذا حمزه مش حمزه اللي افتى بقتل الطاغوت اللي افتوا بقتل الطاغوت كتاب الله مش حمزه كتاب ربي سبحانه افتى بقتل الطاغوت اللي عنده اللي طاغوت راه كيفاش يجوز قتله الطاغوت مش طاغوت يا صاحبي تقتل طاغوت تسمى سلكته بالضبط بعرب طاغوت طاغي في الارض تقتله انت سلك لكن نحن قلنا تونس ارض دعوه مش وقته تو مانيش باش نقتلوهم هذا قلناه ونزيد نقول وقتاش من باش تقتلوه نحن ما نقتلوهمش تو حاليا الا مش عندنا مشيخه يعني مشروع مؤجل هذا مشيخه نحن عندنا مشيخه ماني قتله نحن نلتزم قتلوهم كان باش يقتلونا برشا باش يلزونا برشا اكيد باش ربي سبحانه ما نعرفوش وهل انكم جاهزين لحرب طاحنه في فكه مع اجهزه الدوله نحن ما عناش متوه حاليا ما نحبوش نعملوا حرب معاهم لكن اذا فرضت علينا حرب
اسألوا الله الثبات، مقبلين غير مدبرين بإذن الله، نحن أصحاب حق. أخي بخن بخن، الجنة تنتظر، والله هذه الدنيا نبيعها بإذن الله ونطلقها بالثلاث، وهما موت في سبيل الله، ما أحلى، ما أحلى الموت، هي ميتة واحدة فلتكن في سبيل الله، ما مشكلة، ولكن نلتزم حفاظا على أرواحنا وأرواح شبابنا، وحفاظا على شعبنا وأموال شعبنا وأعراض شعبنا وسلمنا الأهلي، وحفاظا على هذا كنا نحن نلتزم، ونقول لتونس أرض دعوة، خلوا بيننا وبين الناس. أحكي لنا شوية.